طبعا جماهير النادي الاهلي خرجت بعد المباراه والتعادل الايجابي 1-1 لفريق الاهلي والوداد. الاول اللي عايز اعرف رايك في النتيجه وايه امكانيه الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه هناك في المغرب. هو النتيجه الى حد ما يعني مش مرضيه، بس ان شاء الله الاهلي قد وقدود ان شاء الله نعوض في الماتش اللي هناك. الاهلي دايما معودنا ان هو في اللحظات الحرجه بيعودنا ان شاء الله انه يجيب اجوان وبيرفع راس مصر ان شاء الله. ايه اللي اختلف النهارده وايه اللي انت شفته من الفرقه ممكن ان شاء الله يبقى في فرصه في الماتش الجاي؟ بص انا اتفائلت لما الجون دخل في اول ده اول 5 دقايق وقلت ان شاء الله هتفتح معانا ان شاء الله، بس هم مقفلين جامد، مقفلين جامد جدا وما عندهمش اي هجمات، هي هجمه واحده بس جت جون مع شريف اكرامي. احنا دفاعنا كويس بس الهجوم بتاعنا محتاج كلام تاني مع كابتن حسام بدري. طيب التحكيم كان ليه دور في المباراه؟ جدا كبير جدا. في احنا لنا بلنتي وفي كذا انذار مفروض، هم ضيعوا وقت كتير جدا. الحكم مش عارف، حكام يعني حكام بتوع ماتشات المغرب بالذات او شمال افريقيا مش كويسين. طيب برضه اسمع الاراء يعني واحد كده بهدوء. اولا انا عايز اعرف بس احنا بنتكلم كرسائل ايجابيه للعيبه لسه عندها ماتش بعد اسبوع، والاهلي دايما عملها كتير بيتعادل هنا وبيكسب، عملها في اكتر مباراه في نهائيات كمان. ان شاء الله الاهلي هيكسب بره وهنكسب 1-0 باذن الله. اي نعم الحكم كان ليه دور ان هو عايز يخسرنا وده من بدري من بطوله افريقيا، والاتحاد الدولي هو اللي عامل فينا كده، بس هناخدها وهناخدها بره بعون الله. احنا ثقتنا في النادي الاهلي كبيره طبعا. النهارده كان الوداد عامل حساب للاهلي جدا، ضغط من نص الملعب الاهلي، بس الاهلي الحمد لله رب العالمين دايما بيفرحنا في المواقف الصعبه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في المغرب الاهلي هيرجع بالكاس باذن الله. ايه الرساله المطلوب تتوجه دلوقتي للعيبه في اللحظات دي؟ اللعيبه رجاله وان شاء الله هناخد البطوله وباذن الله البطوله التاسعه الاهلاويه، بس هو النهارده الدور الكبير جدا كان على الحكام، وان هو الاهلي معودنا حتى مهما يتظلم من الحكام بس ان شاء الله هناخد البطوله باذن الله. ماشي مع حضرتك يا فندم. دلوقتي اللي حصل النهارده ان احنا كان لنا بلنتي والحكم النهارده كان ظلم فظيع مريع تمام. جماهير الاهلي النهارده كانوا رجاله ولعيبه الاهلي كانوا رجاله، عملوا اللي عليهم ماشي، وان شاء الله نعوضه في النهائي ان شاء الله في المغرب. ونعوضه راح مننا. والاهلي يفوز ويروح بطوله افريقيا التاسعه ان شاء الله، التاسعه يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي نكسب، والاهلي معودنا على كده ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي معودنا على كده. كان ده واضح.